أناب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي بحضور سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار سمو رئيس الوزراء لافتتاح أعمال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي تستضيفه مملكة البحرين بتنظيم من مؤسسة المستشارين العالميين للشرق الأوسط بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي. المؤتمر يشهد العديد من الفعاليات إلى جانب تدشين أداة جديدة لقياس مستوى أداء المصارف الإسلامية السنوي وتقديم فرصة فريدة لتقييم الصيرفة التجارية في شكلها المعاصر. تغيرات الحركة الاقتصادية في أي دولة غالبا ما تصاحبها قرارات حاسمة لا شك في مقدرتها على مواكبة المشاريع المالية مع اختلاف طبيعتها الاستثمارية ودرء ما هو غير متوقع. لذا فإن انطلاق المؤتمر 22 لقادة العمل المصرفي يشكل أهمية كبرى في مسيرة تعميق وتطوير الصيرفة الإسلامية حتى اتخذ من التكنولوجيا طريقا مطورا ومبتكر. من أهم جلسات المؤتمر اليوم هي جلسة تقييم الصناعة المالية الإسلامية لأربعين سنة، حيث تمر 40 سنة اليوم على تأسيس أول مصرف إسلامي في العالم، وتقييم مراحل نشوء الصناعة المالية الإسلامية والمستقبل القادم لهذا الصناعة للعشر سنوات القادمة، حيث يتوقع أن يصل حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية إلى أكثر من 50 مليار خلال العشر سنوات القادمة. نسخة المؤتمر لهذا العام تشهد إطلاق تقرير مستقبل قطاع الصيرفة الإسلامية العالمي لعام 2016، وهو بمثابة البوصلة لقادة هذا القطاع الذين يقع على عاتقهم صنع قرارات من شأنها أن تشكل الأسس الخاصة باستراتيجيات أعمالهم للعام المقبل بناء على تطورات رئيسية شهدها العالم في 2015، أهمها أسعار السلع الأساسية خاصة النفط وتغير أسعار الفائدة العالمية وتباطؤ الاقتصاد الصيني، ما سيعيد تشكيل قطاع الصيرفة الإسلامية. أعتقد أن المؤتمر يلقي الضوء على نقاط هامة من ناحية الاهتمام بالموارد البشرية في المصرف الإسلامية، وكذلك أيضا بالنسبة للتكنولوجيا واستخدامها، أيضا العمل مع المشرعين في الدول الغربية والدول الأخرى، وذلك لتمكين المصرف الإسلامي لأخذ دور أكبر ومدى أكبر إن شاء الله في الاقتصاد العالمي. وبلا شك فإن التمويل الإسلامي يلعب دورا محوريا ومتزايد الأهمية في رسم السياسات الاقتصادية للدول بالتزامن مع سعي حكومات المنطقة لتحقيق التكامل الاقتصادي والإدماج المالي وتطوير البنى التحتية من خلال استهداف القدرة التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. لما حققته مملكة البحرين من نجاح واسع في مجال الصيرفة الإسلامية، تتوجه المملكة اليوم إلى تدشين أداة جديدة لقياس مستوى أداء المصارف الإسلامية لكي تواصل على ما حققته في الاستثمار الإسلامي وما قد يتحقق مستقبلا. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.